بسم الله الرحمن الرحيم. رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. بهذه الجملة القوية واجهت أسماء بنت أبي بكر الحجاج بن يوسف الثقفي ذلك السفاح الظالم الذي قتل ولدها وصلب جثته ينظر إليها الناس ويمرون عليها، وقد مر على الجثة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فوقف وسلم على الجثة ومدحها وقال: أما والله لقد كنت برا رؤوفا وصولا للرحم. وأسماء بنت أبي بكر عندما تكلمت عن الحجاج وشكت من ظلمه بلغ ذلك الحجاج، وكان ذلك بعد مقتل ولدها، فأرسل إليها رسولا يدعوها إليه فرفضت ولم تأبه، فرجع الرسول إليه فأخبره، فأرسله مرة أخرى وقال له: قل لها إن لم تأتي إلي لأرسلن إليك من يسحبك بقرونك. فلما قال لها الرسول ذلك قالت: ليرسل من يسحبني بقروني ما أنا بذاهبة إليه. فذهب إليها الحجاج وسألها متشفيا في ولدها وقال: كيف رأيتني فعلت بابنك بعدو الله الذي ألحد في الحرم وأذاقه الله من العذاب الأليم؟ فقالت له: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. وقال لها إنه ألحد في الحرم وأذاقه الله العذاب الأليم، فقالت له كما في رواية مسند أحمد: كذبت، بل كان برا وصولا للرحم رحيما إلى آخره. وعندما بلغ ما حصل بين أسماء والحجاج الخليفة عبد الملك بن مروان أرسل إلى الحجاج وقال له: ما لك ولابنة الرجل الصالح؟ هؤلاء الظلمة في القديم رغم ظلمهم وسفكهم للدماء وعدم مبالاتهم بكثير من محارم الله تبارك وتعالى، إلا أنهم كانت لديهم بقية من تعظيم شعائر الله وبقية من تعظيم أهل العلم وأهل الصلاح والخير والورع، لا كما يحصل اليوم من طغاة الأرض ومن جبابرة اليوم الذين لا يرقبون في مؤمن ولا في عالم ولا في صالح إلا ولا ذمة.